الشعب النقل دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والتجارية في بلادنا. عرف النقل بالسكك الحديدية تطورا حاسما، وقد خصصت السلطات العمومية ميزانية هامة لتطويره وتحديثه. تستغل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شبكة هامة تبلغ 4200 كيلومتر، والتي ستمتد في السنوات القادمة إلى 12000 كيلومتر لتربط بذلك بين الهضاب العليا والجنوب. أكثر من 40000 قطار سنويا يسير على شبكتها، حيث تنقل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 43 مليون مسافر و4 ملايين طن من البضائع سنويا. الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يعمل في خدمتها 12000 سككي في نقل المسافرين والبضائع. سككيون يضمنون السلامة السككية، يقودون القطارات، يعملون في صيانة العتاد، ويسهرون على راحة الزبائن. وتم إعادة هيكلة الشركة الوطنية إلى قطاعات أعمال من أجل تنفيذ برنامجها التنموي. هي كذلك مجمع مكون من 14 فرع مقسم إلى قطاعات الخدمة، الأشغال والنقل. كما يعتبر التكوين صميم انشغالات الشركة من أجل تحسين أداء الموظفين واكتساب الكفاءة. لبلوغ بعد آخر، تعمل الشركة على تجسيد برنامجها التنموي باقتناء عتاد جديد، إعادة تهيئة وتحديث حظيرة المسافرين والبضائع، ومكننة معداتها من أجل تحسين أدائها وقدرات عتاد الجر الذي تقوم بتهيئته على مستوى ورشاتها. كما تعمل الشركة على إنجاز مخطط نقل طموح لبلوغ في مستقبل قريب نقل 60 مليون مسافر و17 مليون طن من البضائع. ويبقى الزبون في مركز انشغالات الشركة، الرفاه، الأمن والسلامة والحجز الإلكتروني، وكذلك إعلام المسافرين هي من الأولويات الحتمية. من أجل تحسين نوعية الخدمات، تم إطلاق عملية أسندت للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات السككية عن السريف، من أجل إعادة شيط نقل البضائع عبر القطار بإنجاز قاعدات وموانئ جافة لاستعادة حصص أسواقها بضمان النقل المتعدد الأنماط. تتأهب الشركة بالفعل إلى استغلال أحجام النقل للمنتجات الثقيلة والصلبة من طرف مجمع الحديد والصلب ببلارة ومجمعات السككية. تم إدماج منظومات جديدة لمراقبة السرعة لنظامي GSMR وMRTMS، منها ما هو في مرحلة تجريب وأخرى في مرحلة الاستغلال، وكذلك مراكز التحكم المركزية من أجل رؤية شاملة لحركة سير القطارات. ومن ثم فإن الشركة تقوم بتطوير شراكات في ميدان الإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية. كما يتم القيام بعمليات إعادة هيكلة وظيفة الصيانة والاستعانة بمصادر خارجية بغية تحسين توافر البنية التحتية واستدامتها، من أجل رفاه عمال الشركة الذين يمثلون ذراع الاستقرار والتحفيز. فإن الشركة تضاعف جهودها لضمان الصحة وازدهار عمالها من خلال تنظيم نشاطات ثقافية اجتماعية ورياضية، كما تضع في خدمتهم مراكز طبية اجتماعية وكذلك ذلك مراكز العطلات. كما تلتزم الشركة باحترام وحماية البيئة، قطاراتها أقل استهلاكا للطاقة وأقل تلويثا بامتياز.